بإذن الله تعالى. إذا مشاهدين ومتابعين الكرام إلى سابع المتسابقين وختامهم في هذه الليلة. طبعا المتسابق فهد القريشي اللي كان ثامن المتسابقين حصل له ظرف خاص قبل المسابقة واعتذر عن تواجده على مسرح الشادي، وبهذا يعتبر مستبعد من المنافسة لعدم حضوره وإكمال شرط المتسابقين اللي هو أهم شرط وأول شرط، تواجدهم على المسرح وأدائهم أمام لجنة التحكيم بإذن الله تعالى. مع المتسابق مسفر آل رزق ويتواجد مع سعد الغرمول في غرفة المتسابقين. سعد تفضل. يا مرحبا سلطان.